بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: الصبر هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق ضليل، وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله تعالى وثوابه، ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة. فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر، فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة، لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها. وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت، وكذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها، لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته، وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح، وقل من جد في أمر تقلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذا بيت شعر عندكم مكتوب هكذا؟ هذا بيت شعر: وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. أحسن الله إليك. الكتابة الشعرية ما تكون على هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليك. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر، وقد أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن، وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب، وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات، ويهون عليه ترك ما تهواه النفوس من المخالفات، ويسليه عن المصيبات، ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبنيان. ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة، وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة، وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل، سهل الصبر على النفس، وربما أتت به منقادة مستحية لثمراته. وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته؟ ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى جعل كتابه ثلاثة أقسام، وقد فرغ من القسم الأول منها المتعلق ببيان الاعتقاد الوارد في القرآن الكريم، ثم أتبعه بالقسم الثاني وهو المشتمل على ما في القرآن الكريم من بيان الأخلاق والآداب الفاضلة. ومن جملة تلك الآداب والأخلاق الفاضلة ما ذكره هاهنا، وهو خلق الصبر. وقد قال رحمه الله تعالى في طليعة كلامه: هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل، والتنزه من كل خلق رذيل. فإن تمكن النفس من امتثال الأخلاق الجميلة والتنزه من الأخلاق المستردلة يحتاج إلى صبر، فهو أساسها الأكبر وعمودها الأعظم. ثم بيّن رحمه الله تعالى حقيقته فقال: وهو حبس النفس على ما تكره. وهذا بالحد اللغوي أشبه منه بالحد الشرعي، وتقدم أن الصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان: أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. فإذا حبس الإنسان نفسه على هذين الحكمين صار صابرا. وتقدم من قبل أن المراد بالحكم القدري المتعلق بالصبر هو الأقدار المؤلمة، لأن الأقدار الملائمة تجري وفق شهوة النفس وهواها،
فما يصيبه الإنسان من سعة ورخاء وصحة وقوة وترف هو ملائم للنفس فلا يحتاج إلى صبر، وإنما الذي يفتقر إلى صبر هو القدر المؤلم أي الموجع الذي تجد فيه النفس غصة وضركا وضيقا. وتقدم أيضا أن الحكم الشرعي يندرج فيه فيما يتعلق بالصبر شيئان، أحدهما الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، لأن حكم الله الشرعي دائر بين هذا وذاك. ومن هذين الحكمين نتج القول بأن الصبر ثلاثة أنواع، أحدها صبر على أقدار الله، وثانيها صبر على طاعة الله، وثالثها صبر عن معصية الله. فإن هذه الأنواع الثلاثة مندرجة في الحكمين المتقدمين من حكم ربنا سبحانه وتعالى، وهما حكمه القدري والشرعي. وزاد أبو العباس ابن تيمية الحفيد قسما رابعا من أقسام الصبر، وهو الصبر عن الهوى. وهذا القسم الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى راجع إلى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أو الصبر عن معصية الله، فإن الهوى إما أن يكون داعيا إلى المعصية أو داعيا إلى ترك طاعة الله عز وجل، فيكون مندرجا فيهما، لكنه أفرده رحمه الله تعالى اعتناء به وبيانا لشدة ضرره، فإن فساد الدين ودخول الفرقة إنما يكون من انتشار الأهواء، لأجل عظيم أثره أفرده رحمه الله تعالى، فعد من أنواع الصبر الصبر عن الهوى يعني عن اتباع داعيه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويدخل فيه الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذه أنواع الصبر الثلاثة كما تقدم، فلا تتم هذه الأمور الثلاثة التي تجمع الدين كله إلا بالصبر، أي أن المرأة لا يدرك امتثال الطاعة والانتهاء عن المعصية والانكفاف على قدر الله عز وجل مسلما له إلا بوجود الصبر معه. ثم قال: فالطاعات خصوصا الطاعات الشاقة كالجهاد في سبيل الله، والعبادات المستمرة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النافعة والأفعال النافعة لا تتم إلا بالصبر عليها وتمرين النفس على الاستمرار عليها وملازمتها ومرابطتها، وإذا ضعف الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما انقطعت، لأن هذه الأفعال هي خلاف مألوف النفس، والنفس تأنف من فطامها عن مألوفها ولا تسلم زمامها إلا بمراقبتها بتصبيرها على المطلوب. فإذا راغمها الإنسان وصبرها على مطلوبه من الطاعات الشاقة كالجهاد وطلب العلم وداوم على ذلك، فإن النفس ترتاض وتقبل تلك الرياضة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، أي أن من حمل على نفسه برياضة الصبر ودربها ومرنها على ذلك فإنها تنقاد له، لكن ذلك يحتاج إلى جهاد عظيم، لأن التصبر تفعل من طلب الصبر، وذلك يحتاج إلى تكلف، لأن هذا البناء عند علماء العربية دال على التكلف، فإذا قيل تكلم وتحلم وتصبر دل ذلك على أن طلبه لا يكون إلا بمراغمة وكلفة، فلا يستطيع المرء أن يروض نفسه على الصبر في طلب الطاعات إلا برياضة تكون فيها نوع مشقة. الله أكبر الله أكبر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما أرشد إليه من الأمر بالصبر في تحصيل الطاعات، أرشد إلى الأمر بالصبر في كف النفس عن المعاصي، فقال: وكذلك كف النفس عن المعاصي وخصوصا المعاصي التي في النفس داع قوي إليها لا يتم الترك إلا بالصبر والمصابرة على مخالفة الهوى وتحمل مرارته، فإن المرأة لا ينزع نفسه عن غيها
ولا يكفها عن اتباع هواها في مطالبها من المعاصي إلا بالصبر، ولا سيما تلك المعاصي التي في النفس داع قوي إليها كمحبة النفس للذكر والفقر ورؤية المقام والعلو في الأرض، فإن هذه أشياء توجد في النفس طبيعة، فيحتاج الإنسان إلى مراغمة شديدة في كفها عن تلك الأمور التي تميل إليها وتطلب وجودها فيها. ثم قال: وكذلك المصائب حين تنزل بالعبد ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر والحمد لله على ذلك، لا يتم ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر، فإن من نزلت به مصيبة لم يمكنه قلع أثرها ولا دفع شدتها إلا بمواجهتها بالصبر عليها. وما ذكره رحمه الله تعالى من إرادة مقابلتها بالرضا والشكر يقصد بذلك أن الصبر لا بد أن يتقدمها، لأن تلقي العبد للمصائب النازلة هو على ثلاثة مقامات ذكرها أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: أحدها أن يتلقاها بالصبر، وثانيها أن يتلقاها بالرضا، وثالثها أن يتلقاها بالشكر. والرضا والصبر لا يمكن أن يوجد إلا بتقدم الصبر عليهما، وهذا معنى قول المصنف ويريد أن يقابلها بالرضا والشكر، أي أنه لا يمكن أن يقابلها بالمرتبة العالية حتى يقدم المرتبة التي دونهما وهي مرتبة الصبر. فإذا نزل بالإنسان مصيبة فصبر عليها فإنه يجد مع ذلك الصبر مرارة لا يجدها في الرضا، فإن الراضي بقدر الله لا يجد تلك المرارة بخلاف الصابر. وأما الشاكر فإنه تنقلع منه تلك المرارة بالكلية ثم يشكر الله عز وجل على المصيبة التي نزلت به، لأنه يرى أن الله عز وجل لم يقدرها عليه إلا وفيها خير له، فمرتبة الشكر أعلى تلك المراتب التي يتلقى بها العبد المصيبة. ثم قال: ومتى مرن العبد نفسه على الصبر ووطنها على تحمل المشاق والمصاعب وجد واجتهد في تكميل ذلك صار عاقبته الفلاح والنجاح، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. فإذا مرن الإنسان نفسه على الصبر على ما ينزل به من مصائب أو ما يؤمر به من طاعة أو ما تدعو إليه النفس من معصية فإن نفسه ترتاض على ذلك. وأما من ترك للنفس زمامها ولا سيما في المصائب فإنه يصيبه ما ذكره بعض السلف، وهو في كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد، لكنه يوجد في كلام بعض الأقدمين أنه قال: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. يعني أن العبد إذا لم يصبر صبر الكرام الذين يتدرعون بالصبر عند نزول المصيبة ويلجمون أنفسهم عن غيها وهواها فإنه يسلو سلو البهائم، أي أن ما يجده من غمة وحزن بسبب ما نزل به سيذهب كما تذهب المصائب عن البهائم، فإن البهيمة إذا فقدت وليدها حنت وأنت يوما أو يومين أو ثلاثة أو أكثر فما هي إلا مدة يسيرة حتى تنسى ما حل بها من مصيبة وترجع إلى ما كانت عليه من عادته. فكذلك المرء إذا لم يصبر عند نزول المصيبة به وحلولها عليه فإنه سيسلو بعد ذلك كما سلت البهائم، فإن المرأة بعد أسبوع من المصيبة ليس كيوم نزلت أول مرة، وهو بعد شهر ليس كأول نزولها في ذلك اليوم الذي وجدت فيه، وهو بعد مدة أكثر يشبه أن يكون نسي تلك المصيبة، لأن من نعمة الله عز وجل على الخلق أمن عليهم بالنسيان، وإن من منافع النسيان أن المرأة يزول به كدر المصيبة وشدتها إذا نسي، ولو أن المرأة بقي مستحضرا شدة المصيبة التي أحاطت به فإنه لا تحلو له الحياة، وإذا تتابعت المصائب مع عدم النسيان صارت الحياة مرة منغصة لا يريدها المرء، لكن من نعم الله عز وجل على العباد كلهم النسيان للمصائب. ثم اختص الله عز وجل أهل الإيمان بنعمة الإيمان، فإن نعمة النسيان والإيمان أعظم نعمتين في دفع المصائب،
فمن وهبه الله عز وجل هاتين النعمتين العظيمتين اندفعت عنه آثار المصائب ولم يجد لها ألما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الله أمر بالصبر يعني في آيات عظيمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهي أبلغ الآيات في الأمر بالصبر، وأثنى الله عز وجل على الصابرين يعني مدحهم وأخبر أن لهم المنازل العالية والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن كما قال تعالى وبشر الصابرين، فذكر لهم بشارة وأخبر أنهم يوفون أجرهم بغير حساب كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وحسبك من خلق يسهل على العبد مشقة الطاعات ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المخالفات ويسليه عن المصيبات ويمد الأخلاق الجميلة كلها ويكون لها كالأساس للبليان. فالصبر مرتكز عظيم شيدت عليه هذه المعاني التي ذكرها المصنف من قبول الطاعة وترك المعصية والسلوة عن المصيبة. ثم قال المصنف ومتى علم العبد ما في الطاعات من الخيرات العاجلة والآجلة وما في المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة وما في الصبر على المصائب من الثواب الجزيل والأجر الجميل سهل الصبر على النفس، فإن من يستحضر الثمرات المرتقبة والخيرات المنتظرة في الدنيا والآخرة جزاء الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية وقبول المصيبة وعدم التجزع والتسخط عند ورودها، فإن ذلك يسهل الصبر على النفس، وربما أتت به منقادة مستحلية لثمراته، أي ربما جاءت النفس بالصبر منقادة مسلمة مستحلية لثمراته، لأنها تجد حلاوة منتظرة فيما ترجوه من عاقبة صبرها. ثم قال وإذا كان أهل الدنيا يهون عليهم الصبر على المشقات العظيمة لتحصيل حطامها فيصبرون في تحصيل مراداتهم منها صبرا عظيما، فكيف لا يهون على المؤمن الموفق الصبر على ما يحبه الله لحصول ثمراته؟ فإذا كان أهل الدنيا يصبرون لأجل حصول دنيا زائلة فإن العاقل يصبر لأجل حصول آخرة باقية. ثم قال ومتى صبر العبد لله مخلصا في صبره كان الله معه، أي من تصبر بالله عز وجل صادقا فإن الله عز وجل يمده ويعينه ويكون معه، فإن الله مع الصابرين بالعون والتوفيق والتأييد والتسديد، وهذا معنى معية الله للصابرين المذكورة في القرآن الكريم، فإنها ليست معية عامة وإنما يراد بها معية خاصة، وهذه المعية الخاصة هي التي تتضمن العون والتوفيق والتأييد والتسديد، فمن صبر كان الله عز وجل معه معينا وموفقا ومؤيدا ومسددا. نعم. بسم الله عليكم. العلم. قد أمر الله بتعلم جميع العلوم النافعة لا سيما عندما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم، وأخبر برفعتهم في الدنيا والآخرة وأنهم سادات الخلق في دنياهم وأخراهم وأئمتهم الذين بهم يهتدون وعلى آثارهم يهتدون وعلى طريقتهم يسلكون. فالعلم يقصد التعبير عن كنه فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. ما حكم به العلم من ذلك فهو كما قال وإن العلم نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، وبه يميز بين الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. والعلم يقوم ما اعوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات ويسد الخلل ويصلح العمل، وبه صلاح الدين والدنيا وبضده فساد ذلك ونقصه. العلم ميراث الرسول والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ولولا العلم لكان الناس كالبهائم. والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والعلم النافع هي العلوم الشرعية، وما أعان عليها من علوم العربية
أنواعها. ومن العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآداب والأخلاق المبينة في القرآن خلق العلم وأدبه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بتعلم جميع العلوم النافعة، وأعظمها علم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة الذي يجمع كل علم نافع، بل العلم النافع هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما دار في فلكه فهو تابع له، وما خرج عنه فإنه أجنبي عنه. في هذا المعنى قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة هو العلم النافع حقيقة. وقد أخبر الله عز وجل عن فضائل أهله برفعتهم في الدنيا والآخرة، فإن من أعظم أسباب الرفعة العلم، والله سبحانه وتعالى ذكر الرفعة في ثلاثة مواطن كما ذكر ابن القيم: أحدها رفعة أهل الإيمان، وثانيها رفعة أهل الجهاد، وثالثها رفعة أهل العلم. فأسباب الرفعة العظيمة هي العلم والإيمان والجهاد، والإيمان والجهاد متوقفان على العلم، فرجع أصل الرفعة كلها إلى العلم كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وأهل العلم هم سادات الخلق في الدنيا والآخرة، وهم أئمة الدين الذين بهم يقتدى وعلى أثارهم يقتدى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العلم يقصر التعبير، يعني بيان اللسان، عن كنه فضيلته، أي عن حقيقة فضله وعلو مرتبته، ويكفي في هذا أن جميع الأقوال والأفعال والإرادات متوقفة في صحتها وفسادها وكمالها ونقصها وفي جميع صفاتها على العلم. فيجمع القول في فضل العلم أن كل خير في الدنيا والآخرة مرده إلى العلم. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن أصل كل خير العلم والعدل، وأن أصل كل شر الجهل والظلم، والعدل لا يمكن إلا بعلم، فرجع الأمر كله إلى العلم. ولهذا كانت عبارة القرافي أحسن منه، فإن القرافي ذكر في الفروق أن أصل كل خير هو العلم، وهو الصواب، فإن العدل لا يكون إلا بعلم، فالخير كله راجع إلى العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من فضائل العلم أنه نور للصدور وحياة للقلوب، به يعرف الله وبه يعبد، وبه يعرف الحلال من الحرام والطيب من الخبيث، حتى قال: والعلم يقوم وعوج من الصفات ويكمل ما نقص من الكمالات، حتى قال: العلم ميراث الرسول، يعني أنه هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بعده، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا إلا العلم، فلم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني بنصيب كثير. وثبت هذا المعنى في حديث أبي الدرداء عند أبي داود وغيره، وإسناده حسن. ثم قال: ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، لأن الذي يفترق به الإنسان الحكيم عن الحيوان البهيم هو العلم، ومن فاته العلم في صفاته صار شبيها بالبهائم في أحواله. ثم قال: والحاجة إلى العلم أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، وهذا المعنى موجود في كلام الإمام أحمد، فإنه كان يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وجهه بقوله: لأن الطعام والشراب قوام البدن، والعلم قوام الروح. فلأجل هذا المعنى صار الناس محتاجين للعلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب قوت أبدانهم، وأما العلم فهو قوت قلوبهم وأرواحهم الذي به تحيا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلم النافع هي العلوم الشرعية وما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، فما كان من الكتاب والسنة فهو علم نافع، وما خرج عنها فإما أن يكون خادما لها
فذلك ملحق بها، وإما أن يكون أجنبيا عنها فذلك مبعد عنها. ثم قالوا من العلوم الشرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى قوة المسلمين وعلى استعداد الأعداء للمقاومة والمدافع، فإنها داخلة في الجهاد في سبيل الله. فكل أمر أمر به الشارع وهو يتوقف على أمور كانت مأمورا بها والله أعلم. فجعل رحمه الله تعالى ما يحتاج إليه من علوم الدنيا علما مأمورا به إذا كان وسيلة لإعجاز الدين والجهاد في سبيله. فما احتاج إليه المسلمون من العلوم التي تقويهم فإن ذلك من جملة المأمور به، لكن على وجه التبع لا على وجه الاستقلال، فإن العلم المأمور به استقلالا وفيه الفضائل المذكورة في الكتاب والسنة هو علم الشريعة وهو علم الكتاب والسنة، فهو العلم الذي له الفضائل المأثورة والمناقب المذكورة في الكتاب والسنة. وما عدا ذلك فإنما يمدح بحسب منفعته، فإذا كانت منفعته عظيمة وحاجة المسلمين إليه ماسة مدح لأجل ذلك وأمر به، وأما إن لم يحتج إليه ولا توقفت منفعة المسلمين عليه فإن ذلك علم من علوم الدنيا التي لا تضر ولا تنفع وما أكثرها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.